من برلين تنضم إلينا أو ينضم إلينا مراسل الغد يمان شواف. يمان، يعني بعد هذا الدور الذي لعبته ميركل في تغيير شكل السياسة الألمانية، من هو أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ميركل، وهل سيحافظ على نفس الاستراتيجية أم ستتغير؟ نعم، اليوم تنطلق هذه الانتخابات التي تأجلت مرارا بسبب جائحة كورونا. اليوم تنطلق لاختيار خليفة ميركل. المرشحون الثلاثة الأبرز هو فريدريش ميرتس، والذي يمثل اليمين المحافظ داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو بطبيعة الحال تيار مختلف عن تيار المستشارة ميركل، والذي طالما اشتهر بأنه تيار وسطي. التيار الممثل بتيار ميركل الأقرب إليه هو المرشح الثاني أرنم لاشيت، رئيس مقاطعة شمال الراين. هما أيضا المرشح الثالث وهو روتينجن الذي ليبدو أنه لا يختلف كثيرا عن ميرتس. هذه الانتخابات اليوم الحزب المسيحي الديمقراطي أمام تحدي كبير. هو ليس يختار بين ثلاث مرشحين فحسب، لا، إنما يختار تياران مختلفان. تيار يمثل الجناح الوسطي المقرب من ميركل والذي لا يختلف عنها كثيرا والممثل بأرنم لاشيت، وتيار يميني محافظ بالممثل بفريدريش. لذلك أمام 1100 مندوب في الحزب اليوم أن يقرروا غدا مساء، سيكون هناك مؤتمر صحفي لإعلان الرئيس الفائز، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي. وبطبيعة الحال هذا الرئيس سيكون هو الخليفة المحتمل لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في منصب المستشارية. إذن يمان شواف مراسل الغد من برلين، شكرا لك.